اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ريمونتادا. ريمونتادا النهارده طبعا مدتها عشان مده البرنامج تكون مش كبيره لكن ان شاء الله هتكون مركزه، وتناولنا فيها بقى مواقف للسوشيال ميديا، وكان منهم طبعا بوست كتبه الكابتن خالد الغندور، ممكن نستعرضه عشان نشوف فكره دايما الكلام عن النادي الاهلي. كاتب الفاول ده الواضح بيفكركم بايه؟ الحقيقه احنا عارفين طبعا الكابتن خالد الغندور بيحاول يشير لمباراه طلائع الجيش ودوري 2009 اللي اتكلمنا فيه كتير جدا، ان هو لو العداله التحكيميه على جميع الفرق النادي الاهلي ما كانش هيوصل لمباراه فاصله وكان هيحقق بطوله الدوري. لكن الحقيقه هو بيفكرنا بمباراه تانية خالص، مباراه الخطا فيها مؤثر، مباراه الكاس دايما الخطا التحكيمي فيها بيخرجك من البطوله وبيديك بطوله. فلما شفنا الخطا ده شبه ايه؟ ده اذا اعتبرناه خطا لقيناه شبه جول كاسونجو في مباراه سموحه في النهائي في الدقيقه 89 لاخر مباراه للحكم محمد فاروق، في الوقت اللي كان قبلها طبعا تصريحات العميد ثروت سويلم فكره ان احنا الزمالك عايز حكم مصري لانه محتاج ياخد بطوله السنه دي. الغريب ان البطوله دي او المباراه دي خلت نادي الزمالك بطل الكاس وخلته يشارك في الكونفدراليه الافريقيه وياخد لقب بطولة الكونفدرالية عشان يبقى مرشح لمباراة السوبر الأفريقي وياخد لقب السوبر الأفريقي. وطبعا في قاعدة بتقول ما بني على باطل فهو باطل. فكابتن خالد احنا لما جينا نشوف بتفكرنا بإيه، فكرتنا بالمباراة دي. أتمنى تكون بتفكرك بحاجة تانية غير دي. بالمناسبة انت طلعت بعد الخطأ التحكيمي الفادح لكابتن محمد فاروق قلت يا جماعة افرحوا، فاول بس افرحوا، احنا بصراحه ما بنعرفش نفرح باخطاء تحكيميه. لا هو نكد على نفسه وعلى جمهوره من غير ما يشعر، كان يكفيك ان انت تحتفل وخلاص دون ان تشير للنادي الاهلي في حاجه حتى لو اسقاط، لان الاسقاطات كتير جدا، خصوصا يا احمد ان رئيس نادي سموحه كان له شهاده وهو شخص له اعتباره وله حيثيته، كان له شهاده مهمه جدا 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 في وقعه كاس مصر والمباراه النهائيه. اعتقد كابتن خالد الغندور محتاج يبص عليها. ده الموضوع كان صعب جدا وعلى اتقال وقتها. ده الشيك راح لاستجلاب حكم اجنبي، رئيس نادي سموحه بعت شيك لاتحاد الكره عشان يجيب حكم اجنبي على حسابه الشخصي، ومع ذلك تم تعيين التغاضي. حكم مصري وتم فيه اخطاء تحكيميه غير في المباراه غير دي كتير، لكن دي كانت اللقطه الابرز اللي منحت فرصه ثلاث بطولات لنادي الزمالك من خطا تحكيمي فادح. لكن الاهم كابتن خالد الغندور مش بس بيشرك النادي الاهلي في كل حتى انتصارات فريقه، لا ده كمان بيشرك النادي الاهلي في اي قضيه تخص الكاف، وتحدث في فيديو شهير جدا عن فكره النادي الاهلي هيلعب 28 ولا 29. نطلع نشوف الفيديو ونرجع نعقب. يعني ايه الزمالك يكون مباراته يوم 29 مع طبعا نادي الترجي التونسي في دور الذهاب لكاس افريقيا لانديه ابطال الدوري، ثم نفاجئ النهارده بقرار مختلف ان ماتش الزمالك بقى 28 والاهلي هو اللي بقى 29. يعني هل هي نظام الكوادر يعني داخل القاره الافريقيه او الاتحاد الافريقي؟ يعني مش فاهم. وبعد كده هل ده يعقل الزمالك يلعب مع النادي الاهلي يوم 24 والزمالك لعب ماتش زياده عن النادي الاهلي اخر خمس ماتشات دول، الاهلي تاجل له ماتش امبي والزمالك هيلعب بالترجي في نفس اليوم اللي هيلعب فيه الاهلي المصري؟ ليه؟ اشمعنى يعني؟ اشمعنى تغيير الميعاد بقى الاهلي 29 والزمالك 28؟ ليه؟ هو ليه كل مره الزمالك هو اللي لازم يتاجل له؟ الزمالك هيلعب يوم السبت والاهلي يوم الجمعه، يروح الزمالك لعب الجمعه والاهلي الحد عشان ما يلعبش امبي. 60 ثانيه تقدر تطلع منها 60 خطأ في كل الكلام اللي بيتقال. اولا مفيش قرار صدر من الكاف حتى الان فكره 28 ولا 29، لكن انا مش عارف الكابتن خالد جاب فكره ان القرار صدر من الكاف وان النادي الاهلي هيلعب 29 والزمالك هيلعب 28 ازاي؟ ده اول خطأ. وحتى لو صدر من الكاف لازم يعرف ان الكابتن خالد ان القرارات اللي بتصدر من الكاف بتحديد مواعيد المباريات مفيش دخل للفرق فيها، ده موضوع سيستم في الكاف وموضوع بقاله فتره طويله، والكلام بيكون امور تسويقيه في مواعيد المباريات دي. الاهلي لا له دخل فيه ولا الزمالك له دخل فيه ولا اي نادي له دخل فيه. ففكره ان انت تتكلم دايما عن كوادر اهلاويه داخل الاتحاد بقرار من وحي الخيال لان مش موجود، اعتقد ده خطا ما ينفعش يا كابتن خالد تقع فيه. الاهم كمان الحديث عن فكره ان الاهلي اتاجل له مباراه امبي
والاهلي لعب مباريات اقل، وتجاهلت تماما النادي الاهلي الزمالك تاجله مباراه المصري. اعتقد يا فارس اخطاء كتير جدا في 60 ثانيه لو قدرنا نتكلم عنها اعتقد وقت الحلقه مش هيكفي. بالظبط، مش هنلحق، لان كلمه اشمعنى هي اللغه السائده بعيدا عن اي منطق. ولكن فيما يخص مباراه انبي تحديدا نشوف كابتن خالد قال ايه ونرجع نعقب. هو ليه كل مره الزمالك هو اللي لازم يتاجل له؟ الزمالك يلعب، هيلعب يوم السبت والاهلي يوم الجمعه، يروح الزمالك لعب الجمعه والاهلي الحد عشان ما يلعبش انبي. طيب فكره انبي على حده، مباراه انبي نرى ان هي من بدري قوي هتبقى الحجه اللي كل شويه بنتحدث ان حصل تاجيلات للنادي الاهلي في مباراه انبي غير مستحقه. لما اجي اتحدث في حاجه زي دي مفترض اضع سيناريو واشوف الوضع مشي ازاي، وهل للنادي الاهلي اصلا دخل ولا لا. النادي الاهلي كان له مباراه يوم 27 مع انبي، مباراه الاهلي والنجم اتحددت من خلال الامن ان هي تبقى يوم 26. احمد هيقف معاكم بشكل مستفيض عند ترحيل مباراه 27. النادي الاهلي ليس له اي دخل، النادي الاهلي تم تحديد مباراه الاهلي والنجم يوم 26. مباراه انبي اتشالت من الجدول، المفترض ان الجدول كان يشوف زي ما هنشوف في الصوره الاولى دي. المباريات هيكون ترتيبها ايه؟ بلاتينيوم والاهلي، الاهلي وطنطا، المولون والاهلي، الاهلي والنجم. في نفس الفتره دي هيلعب الزمالك وزيسكو، الجونه والزمالك، الزمالك والمصري، الزمالك ومازيمبي. عدد اربع مباريات لكل فريق، الزمالك كان هيلعب اربع مباريات خلال 15 يوم والاهلي اربع مباريات خلال 16 يوم، مع العلم ان الزمالك كان هيلعب الاربع مباريات داخل مصر والاهلي كان بيعاني ان هو راح اصعب رحله ليه هذا الموسم في زيمبابوي وبيلعب بلاتينيوم. طيب اتحاد الكره عمل حاجه غريبه جدا، اقحم مباراه انبي بلا اي مبرر في النص زي ما عمار عرض لنا الصوره، وبقى الاهلي هيلعب خمس مباريات منهم مباراه الاهلي وانبي بعد مباراه المقاولين والاهلي يوم 19 الاهلي والمقاولين، ويلعب يوم 22 يعني هيريح يومين فقط، وبعد كده يلعب مباراه حاسمه الاهلي والنجم. كان بالشكل ده الاهلي هيلعب خمس مباريات في 16 يوم منهم رحله بلاتينيوم اللي تحدثنا عنها، والزمالك هيلعب اربع مباريات فقط في 15 يوم. بعد كده الاتحاد ارتقى ان هذا النسق غير طبيعي وغير منطقي ومستحيل ان هو يكون له سياق عادل ان النادي الاهلي يلعب بيه، فشال مباراه انبي الصوره الاخيره، وهو بيشيل مباراه انبي شال كمان مباراه الزمالك والمصري عشان يلعب الاهلي اربع مباريات خلال 16 يوم ويلعب الزمالك ثلاث مباريات خلال 15 يوم. اي مجامله حصلت للنادي الاهلي؟ حتى لو انت شايف ان مباراه انبي ان هي اتشالت بالمجامله رغم ان كان في فرق يومين بس على ماتش المقاولين، فبالتالي نفس الموضوع طبق على مباراه الزمالك والمصري، ومفيش اي حاجه حصلت من خلال النادي الاهلي. انت دايما تتحدث بلفظ اشمعنى عن اشياء القرار فيها امني، وانت لا تدرك خطوره الكلام اللي انت تتحدث بيه فيما يخص اسباب التاجيل، وكان النادي الاهلي بيرتب مع الامن. لما نتحدث في امور امنيه خاصه بالمسابقه لازم كل واحد يعرف هو بيتكلم في ايه وخطوره الكلام اللي بيتكلم فيه، لان كلام ممكن يودينا لسكه مختلفه تماما. يا احمد الغريب ان هو الكابتن خالد مش واخد باله ان مباراه المصري لما اتاجلت حضرتك لعبت مباراه مازيمبي اللي كنت محتاج فيها نقطه للصعود بعد تسع مباريات، تسع ايام من مباراه الجونه، الراحه التامه الكافيه تماما. الاهم من كل ده ان اتحاد الكره المصري خرج ببيان وقال فيه ان مراعاه للكره المصريه وما شابه، والحقيقه ان كان السبب الرئيسي هو ان استاد القاهره زي ما حضراتكم شايفين كده كما تزامن القرار مع الخطاب الوارد من هيئه استاد القاهره يطلب فيه تاجيل مباراه الاهلي مع انبي لما بعد يوم 25 لارتباطه بالتزام طوال الفتره من 21 حتى 25 يناير الحالي. يعني الموضوع لو هو بسبب مصلحه الفرق المصريه كان المفروض مباراه انبي لما هيتلعب النجم 26 كان اتحاد الكره اجل مباراه انبي اوتوماتيك، لكن هو جابها يوم 22 ثم جاله خطاب من استاد القاهره قال مش هينفع المباراه تتلعب لان انا مرتبط في الفتره دي. فطلع اتحاد الكره بشكل ظريف وشكل لذيذ وقال ايه مراعاه للفرق المصريه المشاركه في البطولات الافريقيه قررنا تاجيل مباراه انبي والاهلي واجلنا كمان مباراه
الزمالك والمصري بلا اي داعي، ومع ذلك يطلع كابتن خالد غندور يتكلم عن محاباه للنادي الاهلي. اعتقد موضوع قفلناه، لكن عندنا موضوع تاني اتكلم فيه الكابتن حسين عبد اللطيف لما تم الحديث معه عن فكره سوبر 94. تعالوا نشوف تصريحات الكابتن.